حيد حيد. حيد لي غير الدراري الصغار هكاك، الله يحفظك. الدراري الصغار عينا من حيدو فيهم. اذا اهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناه شوف تيفي الكرام في كل مكان، نرحب بكم من خلال هذا البث المباشر الصادم من قلب مدينه فاس. بطبيعه الحال الموجات الارتداديه اللي عرفتها بطبيعه الحال الزلزال المدمر اللي عرفوا الاقليم ديال الحوز، الارتدادات اللي كانت الهزه الارضيه اللي عرفتها مدينه فاس ايضا اثرت بشكل كبير، اثرت بشكل كبير هنا على المنازل الايله السقوط. نعم عماره ايله السقوط في حي النقبي بطبيعه الحال اللي ساكنتها على غرار يعني ما يحدث في اقليم الحوز وعلى غرار الماساه اللي وقعت في الاقاليم اللي متضرره بالزلزال، ساكنتها خرجت للشارع تطالب مسؤولين بالتدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه، لان الامر لربما يعيشون ماساه كذلك هنا في مدينه فاس. نعم شهادات صادمه متابعينا الكرام، ناس عايشين يعني في الزنقه كما كتشاهدوا معنا. كنحاولوا اننا نقربكم لربما من الماساه اللي عايشين فيها هنا بعد يعني الهزه الارضيه اللي عرفتها المدينه اللي وصل الصدى ديالها يعني بكل صدق حسينا بها كساكنه فاس، واللي كنت كنقول ربما الدور الايله للسقوط كيفاش غيكون الحال ديالها. داكشي تكرس الامر الواقع. انتم كتشوفوا هاد الناس بطبيعه الحال خرجوا للشارع، خرجوا للشارع بعد يعني الهزه الارتداديه اللي كانت قويه وقويه بزاف واللي اثرت على دور اللي كانوا ديجا هما محصيين ايله للسقوط، وكانوا لربما ما عندهمش فين يعيشوا يعني كينتظروا لربما التعويضات. فمني جات الهزه الارتداديه زادوا داك الشقوق، زادوا داك حسب الاقوال ديالهم والتصريحات ديالهم بطبيعه الحال، وكيطالبوا الجهات المسؤوله بضروره لربما التدخل وانقاذ ما يمكن انقاذه. كتشوفوا كيفاش الماساه اللي عايشين بطبيعه الحال هنا، كينتظروا التدخل من الجهات المسؤوله. قبل ما ناخذوا التصريحات ديالهم غنقربكم من المعاناه ديالهم كيفاش عايشين يعني بطبيعه الحال، كيشوفوا المشاهد في اقليم الحوز وكيشوفوا كذلك هنا يعني المأساة الحقيقية اللي كيعاجنيوها هنا في حي النقبي بطبيعة الحال. غنمشيو للمنزل بعد لحظات ونقربكم من الأضرار اللي مضرين، كتشوفوا يعني مفترشين يعني هادشي في عين النقبي أخويا اللي كيسول فين، كتشوفوا مفترشين الأرض يعني في حالة مأساوية، وعاد الدراري الصغار ما غيمكنش نبينوهم بطبيعة الحال. غناخذوا تصريحات ديال الجهات اللي ممكن أنهم يدليو. السلام عليكم أختي. أختي قربينا من واش داك الموجه الارتداديه اثرت على المنزل اللي كنتو فيه. اخويا حنا عطينا اصلا حنا عطينا الافراغ باش نخرجوا 27 في شهر 9، ولكن دابا ملي جات عاد الهزه هادي الدار اللي لاصقه فينا مالت علينا حنايا شويه الطابق ديال الثاني، واحد لاكاب عاود لي حنا عاود السفاره ديالنا عاود فيهم الماء على برا، وحنا هذه السيمانه تقريبا من نهار ديال الزلزال وحنا قاعدين هنا في الشارع، وانا عندي واحد وليد معاق مسكين، وعندي غير بيت واحد انا اصلا، عندي جوج البنيتات وكنخاف عليهم الزنقه خويا اغتصبوهم ولا شي حاجه راك عارف، وكنطلبوا من المسؤولين. المهم حنا درنا اللي علينا وبلغنا الرساله، ولكن الا وقعت لنا شي حاجه وراه هما المسؤولين، فهمتي؟ حنا ما عندناش، حنا قعدنا فين نمشي ولا باش نكريو ولا والو. انا هذا الوليد ها انت كتشوف ما مكلفه به جمعيه، ما مكلفين به محسنين، ما حتى شي حاجه. هانتو انا عندي غير بيت واحد، ثلاثه الطبيلات كيهز ومشكلين اخويا الخطر عليهم، الوليد معاق ما كيبغيش يجلس لي في الدار ديالو الله يجزيك بخير. واش اللحظه اللي وقعت الهزه خرجوا الناس للشارع فين كنتي ديك الساعه؟ واش في الدار واش حسيتي بها في الدار؟ لا حسينا حنا بها في الدار، حنا كلشي، حنا المواعن ديالي تقلبوا عليا، الكوزينه تقلبوا عليا، المواعن ديالي تقلبوا عليا، الوليد كيغوت يقول غير الزينه الزينه غير الوليد، تم واحد الوريقات وكلشي. هبطنا للواد بيتين الليل كامل، حنا بيتين في الواد الصباح ملي كيصبح الحال كنخلفوا من الناس هكا من الناس السكيريه ولا شي حاجه، كنخافوا على وليداتنا، كيدخلوا لنا الناس مساكن كيقولوا كيستعرضنا للدور ديالهم، لا بغيت تجلس عندنا لا بغيت تجلسوا معانا، على ما يعاود يحل الصباح عاود هذا الليل عاود البوله ديال السقف ديال الثانيه. السيده هذه اللي ساكنه في الثانيه هذه طاح عليها السقف ديال البيت النعاس وديال الكولوار ديالها، راه البنيته ديالها كانت قاصله في الرويصه ديالها، وباش حنا زدنا خي خفنا ما قديناش ما نغامروا براسنا لهذه المغامره هذه بزاف، والله يجزيكم بخير لما شوفوا لنا الحل. وهادشي اللي غادي نقول لكم راه حنا طلع دابا انا خايفه، واحد انا ما كناكلو ما كنشربو ما كنجلسوش حنا في الدار ديالنا، انا كيجيب لي الله غير غنشعل البوطه وغندير لي قسم الله كيجيب لي الله غادي يهبط عليا داكشي. الولاد ديالي البنات ديالي عندي ثلاثه البنات ما كيجيوش للدار ديالي كاع، غير في الشوارع قاسين ما كيبغيوش يدخلوا لي للدار، كيقول لك ماما حنا ندخلوا للدار غطيح علينا، ما نقدش اخويا نغامر ما نقدش. قولوا الرقم ديال التليفون ديالك. انا حافظه 06 ديالك ولا اختي؟ البنيته الصغيره ما تبانش، البنيته الصغيره ما تبانش، عطي البنيته ما تبانش البنيته الصغيره.
نقول الرقم 06 27 20 01 16. اجي معايا اجي معايا فينا شتان غير بشويه باش نعيشوا فيها. قربي عندك الرقم التليفون ديالك لالا 06 27 20 01 16. واخا هذه اسره هي الام ديالها اللي تحدثت بطبيعه الحال، تواصلوا معها في هذا الرقم اللي قالته. راه كاينين خوتنا اللي في الحوز وفي اقاليم ديال شيشاوه وفي ورزازات وفي ازيلال وفي مراكش كيعانيو، وكاينين ساكنه ديال فاس اللي وصلت لهم لربما الارتدادات حتى هنا وخرجوا للشارع وتا هما كيعانيو، فخاص ربما نقدموا لهم حتى هما يد المساعده. غير كاميون داك الكاميونات اللي كيمشيو، خوتنا المغاربه كاينين في كل مكان كاميون، الكاميونات اللي كيمشيو للحوز يجيو ربما هنا العين نقبي ناخذوا ما يمكن ينقادوا السلطات على مستوى عين نقبي يتحركوا ويشوفوا ربما يعني شو ممكن يديروا. نعم حيد لي بنيته، حيد لي بنيته صغيره لالا الله يكثر خير. انا خويا محتاجه، انا محتاجه عندي الوليد ذويه الاحتياجات الخاصه ديالو، عنده 23 عام ولد 2000، ما كيدير لي كوش، كيدير الحليب، كيدير اي حاجه، ما كنتوصل لا بدواء ما كان حتى شي حتى حاجه، ما عندي لا سكنه مستقره ما عندي حتى شي حاجه. ودابا انا الحاجه اللي مخوفه منها، واخا مثلا غيخرجوني راني غنولي للشوارع فين كنت. علاش؟ على حساب انا شاريه واحد المحل غير المحسنين خداوه لي ياك عاونوني فيه بثلاثة ونص، قال غيعطيوني انا مليون ونص، انا مليون ونص واش غادي ندير بها انا؟ الله يعطيك السر، واش انا غنمشي نولي نكري بها ولا غنمشي ندير بها شي حاجه؟ انا ما كافيانيش وما عندي ما ندير بها، وكنطلب المحسنين والناس اللي كيشوفونا جزاهم الله خيرا، وتا هاد الناس مساكن اللي جالسين تا هما راهم في حاله رعب وحاله خوف وما كنعسوش ليل كامله. وهاد البنيته هادي كانت البارح كانت ماتت، البنيته هادي في الثانيه الطبق الثاني، قلت لك في الثانيه ما عشيتها، في الرابعه عندنا طايحه كل الرابعه، هي سادها مولاها راه في الجبل ما كاينش كاع، النهار اللي دار هاد الافراغ ما ولاش للدار ديالو كاع، بقينا غير حنا كلقينا خويا فين نمشيو، وكبشينا الله يجزيك بخير كبشينا خويا. حنا رحنا شنقول لك، حنا طالع حنا الرابعه وطالع على ثلاثه ديال الطبقات، والموبل الاخر على جوج اللي لاصق فينا اللي متكل. الموبل يعنى ما لعنا حنايا، جا عندنا حنا في نص الليل، قلنا لهم حتى حنا حسينا بواحد المور داك الهزه ديال الزنزال، ملي كندخلوا للدار ديالنا كتجينا الدوخه، فهمتي؟ ملي كنوقف ما كنشدوش التوازن كتجينا الدوخه في الدار ديالنا. هاي واحد السيده عاود طاحت البارح في الكوزينه ديالها الاخت ديالي، مشينا قالت لك انا جاتني الدوخه ما كنقدش نقعد. الله يجزيك بخير، عطيها الكلمه ديالها. نشوفوا كل الاسر طبيعه الحال نساعدوهم، نبارطاجيو هذا اللايف اخوتي، نساعدوا هذه العائلات وهذه الاسر، حنا حاولنا ما امكن نحيدوا الدراري الصغار. شكون هكا لالا؟ السلام عليكم اسيدي، كنشكركم اللي جيتوا تفكرتونا. حنا سيدي هذه من نهار ديال الزنزال وحنا جالسين برا في الشارع، حنا وليداتنا. توجهنا للمسؤولين، ما كاينش اللي قلب فينا وما كاينش اللي جا عندنا، وحنا انت كتشوف الحي اللي ساكنين فيه وساكنين منا للواد. وقاسي متشردين حنا وليداتنا وجيراننا ورجالنا، هادي من كورونا ما خدمو، حنا جابوا لنا الافراغ قال لك في شهر 6، في شهر 6 قال لك هاكو الورقه ديال الافراغ، وحنا الدار كانت ما شويه كانت مهزوزه ولكن شويه، دابا في هاد الكورونا في هاد الهزه هادي سمح لي مالت بينا. حنا دابا الدار عندنا مايله ولا كبرس بينا، دابا نتوما غادي تدخلوا وتشوفوا وتصوروا بعينيكم. حنا كنترجاو منهم، حنا كنقولوا لهم ما خصنا حتى شي حاجه، كيقول لك الفلوس ما خارجاش والدعم ما كاينش، كنقولوا لهم حنا ديروا لنا غير قيطون وحميونا حنا وليداتنا. حنا راه دابا ملي كيقرب الحال الصباح غير واحد الاخت هي الله يجازيها بخير عاطي انا واحد السفلي ديالها كنباتوا فيه، كنجمعوا جيراننا حنا وليداتنا ورجالنا وكنباتوا فيه. حنا ملي كيقرب الصباح الحال هنا حنا راه حنا حي الشعبي، راهم عارفين كيفاش كيكون في التالي الليل ديالو. حنا انا تبارك الله عندي جوج البنيتات، جارتي عندها حتى هي جوج البنيتات، وحنا كنخافوا، وحنا كنتعرضوا لجميع الضرر هنايا. كتشوفي المساعدات كتمشي للاقليم ديال الحوز عند خوتنا المغاربه بطبيعه الحال اللي محتاجيننا، شنو تقولي للمغاربه؟ حتى انتم ربما هنا الحي محتاجين ربما مساعدة. حنا محتاجين الاكثر اللي محتاجين، دابا حنا محتاجين للساكن. حنا دابا ما كنفكروش، حنا الجيران الله يجازيهم بخير الحومه ديالنا كيعطيونا داكشي اللي كتب الله كناكلوه. حنا محتاجين دابا السكن والحمايه. حنا كنقولوا لهم دابا خصنا غير فين نستقروا نجمعوا وليداتنا من التشرد، هادشي اللي طالبين. حنا دابا الدار مهده رايبه ما كنقدوش نطلعوا ليها، راه حنا هادي دابا 4 ايام وحنا جالسين في الزنقه ليل ونهار. حالتنا انت كتشوف عندي جوج البنيتات كيقراو من الزنقه للدار، من الزنقه للزنقه كيمشيو للمدرسه ويجيو للدار. اسمح لي على الارتباك الهضره، راه الله يسهل. التليفون تبغي تقولوا الرقم التليفون ديالكم؟ حافظاش انا نشوف محمد. محمد كلميني محمد، شوف لي الرقم ديال التليفون. كنشكركم على هذه المساعده اللي جيتوا بعدا وشفتونا، الله يسهل عليكم. حنا توجهنا المسؤولين هبطوا معنا حتى لهنا،
قولوا لنا الدار ديالكم فيها الريحه ديال التراب. النمره التليفون ديالي النمره ديال كيقول لك قلنا لهم هبطوا معانا هبطوا معانا. قال لك نتوما الدار فيها الريحه ديال التراب ما يمكنناش ندخلوا ليها. قلت له غير جوج خطوات هبطوا شوفوا غير لاكاب الا قبلتونا الا قبلتونا حنا نبقاو في هذه السكنه سكتوا عافاكم. كنشكروا سيدنا الله ينصره. قلت لهم هبطوا معانا غير جوج خطوات لاكاب شوفوا كيفاش عايشين حنا. قال لك عندكم الريحه ديال التراب المسؤولين ما بغاوش يدخلوا معانا لاكاب. قال لك ريحه التراب ضرايبه ضرايبه. دابا هما مع كيفهموا في هذا الشيء دريه بكل مره فين كيمشيو فهموا الدار راه رايبه. حنا كنا ما لقيناش فين نمشيو. جابوا لنا الورقه ديال الافراغ وما عطاوناش حتى شي تعويض. عطاونا الورقه ديال الافراغ يعطيونا باش نخرجوا. الرجال هادي من كورونا ما خدموا. انا راجلي غير الصناعه التقليديه باش غادي نخرجوا. عطي عطي النمره السي النمره ديالنا فين هي؟ جبد النمره غير جبدها بشويه عليك انا نرجع عندك متابعينا. قولها غير جبدها جبدها جبد الرقم هاك قول 06 48 64 65 94. الزوج ديال السيده الزوج ديال السيده هالرقم ديالهم بطبيعه الحال راهم عايشين في الزنقه مشردين الان بطبيعه الحال كينتظروا لربما من الجهات المسؤوله. نعم عايشين حاله ما يتبناهاش حتى شي واحد. حنا كنترجاو منهم. حنا قلنا لهم المسؤولين ما تعطيونا لا ناكلوا لا نشربوا لا حتى شي حاجه. حنا ديروا لنا غير قيطون وحميونا. حنا باغيين غير الحمايه. حنا ما بغاش نتعرضوا للاغتصاب. حنا ولادنا حنا راه هكا ما كانش هالسيده دايره فينا الخير. ملي كيتقرب الحال الصباح مسكينه كتعطينا داك السفلي كنجمعوا فيه حنا ورجالنا ولادنا. عيب هادشي حشومه. هادي من نهار الهزه وحنا طالعين هابطين ما كانش اللي كيسول فينا. ما كانش كنقول لهم ديروا لنا غير الحمايه ما بغى حتى شي واحد يحمينا. حنا كنطالبوا سيدنا الله ينصره ويطول له في عمره يشوفوا من حالنا والله يشافيه. وكنطالبوا من المسؤولين جهتنا يوقفوا معانا ويديروا لنا ولو حمايه يديروا لنا قيطون ويحميونا بارك علينا. تنشوفوا الحل. الله يجزيك بخير وشكرا. لا انا معاهم انا لا انا زعما عائلتنا بوحديتنا انا امي بوحديتكم. السلام عليكم. الله يرحم الوالدين حيت جيتوا لعندنا. حنا راه حنا من نهار ديال الجمعه في 11 ديال الليل خرجنا كاملين. خرجت المهم خرجت الامه كلها خرجت على برا. من ديك النهار ما كانش جا عندنا من ديك النهار هذاك. وحنا راه حنا غير في الزنقه جالسين غير في الزنقه بلا طول عمره غير ناعسين حنا وليداتنا والجيران ديالنا كلشي جالس معنا في الزنقه. دابا الله يرحم الوالدين كنطلعوا عند المسؤولين كنمشيو لعندهم كيقولوا لنا واخا غيسيروا الفلوس راه ما كايناش الصندوق راه ما كاينش فيه الفلوس ما كاينش. المهم كيديونا في سيرواجي سيرواجي. دابا حنا الدار راه مشات لينا مالت وما كنقدروش ندخلوا ليها. انتم غتدخلوا تشوفوا بعينيكم. لا كابل تحتها كله هبطت الارض ديالو هبطت كاع بينا. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنطلبوهم يديروا معنا الحل وصافي. بغينا السكن الله يجازيهم بخير الله يرحم الوالدين. الرقم ديال التليفون ديالكم ديال الاسره عطيني النمره ديال ايوب النمره ديال الراجل هي اللي عندي. شوف اي رقم ديالكم ماشي مشكل عندك في التليفون عطيها لي في التليفون. واخا نجبد واخا نعطي الاسر كلهم بطبيعه الحاله ديال رعب هنا. شوفوا يعني شوفوا العائله كلها ناخذ الاسر كاملين كلكم ما نخليو حتى شي واحد حتى شي واحد. المغاربه الله يحفظكم بارطاجيو هذا الشيء لان هذا الشيء خطير. انا غنقربوا من الدار الاسر الحيد هنا كلشي خرج بطبيعه الحال كلشي كيعاني كلشي في حاله ديال رعب. حنا ماشي كنخلعوا الناس هنا كنقولوا ان كانت ايله السقوط يعني كانت محصيه ولكن كانوا عايشين فيها واخا ايله السقوط. دابا منين جا الزلزال خرجوا الزنقه ما بقاوش قادرين انهم يخرجوا يعني يتحدثوا. قولي الرقم التليفون واخا هي غادي تجيبوا لي نقولها لك. انا جالسه غير مع امي ومع با هما اللي جالسين. كاينه انا الراجل ديالي مريض ما خدامش داير واحد العمليه على القلب ما خدامش. راجلي مريض ما خدامش جالس هادي راها عامين هو ما خدامش داير واحد الحيد. المهم دار عمليه على القلب. عندي بنيتها كتقرا في الثاني وعندي امي وبا صابا مسكين ما خدام ما ردام. هو راجل كبير وكيقولوا الناس سيروا تخرجوا تكريو. حنا ما عندناش فين نمشيو والله ما عندنا فين نمشيو. لو كان حنايا تي عندنا فين نمشيو راه حنا ما غاديش نديروا هذا الشيء هذا راسنا وما غنغامروش بولادنا وما غنغامروش بالراس بنفوسنا. حنا اكثر ما غاديش نغامروا بها. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وحنا براسنا الدار اللي ساكنين فيها حنايا تي راه عاطيها لنا غير خويا هو اللي متكفل بينا ساكنين فيها وصافي. اما لا امي ولا با هو امي هي مرا كبيره هي وبراش الكبير حتى هو هنايا تي وغير انا اللي خدامه راه غير انا اللي خدامه في شركه وصافي. هذا الشيء اللي كاين انا نعطيها لك انا نعطيها لك اخويا. متابعينا بكل صدق هذا الشيء ماساه حقيقيه يعني على غرار ما يقع في الحوز. الناس هنا مرعوبه ناس مرعوبه كتشوفوا ناس عايشه في طبيعه الحال
في الزنقه، مفرشين يعني في الزنقه كما كتشاهدوا هانتوما شوفوا. يعني حتى هنا الناس مضرورين وكيطالبوا بالمساعده، وبطبيعه الحال نتمنوا لان كنحاولوا ما امكن لنا ما نبينوش دري صغار، للاسف كيبانوا بعض المشاهد. ناخذوا الارقام ديال شريفه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شريفه قربينا من هذا الرعب اللي عشوه هنايا، قربي عليك الميكرو شويه. هذا الرعب اوليدي راه كثير وكتصر علينا وكتصر على الوليدات، وخايفين لا بالليل ولا بالنهار، وما كننعسوش في ديورنا، وانتم اللي غديروا لنا هذا الحل وليدي حبيبي. واخا منين وقع الزلزال الهزه الارضيه اللي وصلت من المدينه، كنت ديك الساعه في الموبل؟ كنت في الموبل. ما واخا مانيش حسيت بداك الشيء، وهذا خرجنا كنجاراو والوليدات، مالي الوليدات راك عارف كل شيء خاف وكل شيء خرج، وتا واحد ما بقى في الدار، كل شيء بقينا على برا حتى امر الله في الصبح. وانت كتشوف حنا كنباتو غير عند الجيران، ملي كقرب الحال يصبح. وهذا الشيء انا عندي سفلي، وداك السفلي كيرد عليه الماء، وما نقول لكش واحد الحاله يلا تمشي معايا وتصور وتشوف. دابا كتعيشوا ربما غير هكا، كتخرجوا ما تقدرش تدخلوا للديور ديالكم، ما كتخرجوش. خايفين خايفين اوليدي حبيبي. حتى دابا يلا تصور وتشوف، الله يجازيك بخير والله يرحم اللي خلاك. اللحظه ديال وقوع الهزه الارضيه كيفاش كان الشعور ديالكم؟ انتم كساكنه عايشين في دار قايله للسقوط، كيفاش كنتوا حاسين ديك الساعه؟ ديك الساعات قلنا احنا صافي مشات رابت علينا، وخرجنا كنتجاراو، ما كاين اللي خرج عريان، كاين اللي خرج بالحفاه، ما كاينش. البرد الديور ديالنا ما نقولكش، عندي واحد الحيط كيطيح منه الرمله، جارتي فوق مني طاح عليها السقف، واحد الحاله ما نقولكش اوليدي حبيبي. يلا تهود وتشوف. واخا الرساله ديالك النداء ديالك لما توجهها كنوجه للمسؤولين ومحمد السادس الله يجازيه بخير ويوقف معانا في هذه المحنه، ويوقف معاه الله تعالى وتبارك، ومع المسؤولين والله يجازيكم بخير كاملين. عندك رقم تليفون؟ عندي وما كنعرفش نطلع اوليدي. نطلعوا الارقام باش نساعدوكم، نخليو المغاربه اللي كيمشيو لربما يعطيو المساعده تيجيو حتى لهنا العين نقبي، لربما من اجل ربما انقاذ ما يمكن انقاذه. غنمشي عند شريفه كذلك. هانتوما شوفوا باش نقربكم من المشهد، شوفوا الناس شنو عايشين يعني بطبيعه الحال بعد الهزه الارتداد اللي كانت. خافوا الدار ديالهم غطيح، كيقول لك غطيح ما يمكنناش ندخلوا للدار، هي اصلا قايله السقوط ومحصيه بان قايله السقوط، مازال ما خداوش التعويضات. كينتظروا ربما جهات مسؤولات تتدخل وتشوف من حال هاد الناس اللي كاينين هنا يعني بطبيعه الحال. شوفوا. السلام عليكم. الله يرحم الوالدين وعاش الملك والله يجازيكم بالخير. لما شوفوا في السكن ديال عين نقبي، الزنقه جوج، جنان حجيج، الدار اللي مقابله الدار ديالنا راها مالت علي من ديالها ولا اش كيقولوا لها، وراه حنا خايفين، والدار ديالهم راه فيها السكان وفيها البشر بزايد، وخايفين تريب وتريب على الدار الاخرى، وغادي يتاذوا بزاف ديال الديور، ولا تاذوا الديور كاملين راه كلنا غنمشيو ضحيه. الله يرحم الوالدين ويجازيكم بالخير. لا ما شوفوا قال لك الوقايه احسن من العلاج، يبادروا ويعالجوا ويبادروا لنا بهذا الشيء، يشوفوا هذا الحي ديالنا وهذا السكان. راه مساكن تيباتوا ثلاث ايام وهما كيباتوا في الزنقه، ثلاث ايام وهما كيباتوا في الزنقه، ولادي مهولين كيهودوا يباتوا معاهم. وحنايا النهار الاول ديال الهزه هذيك من عند الله، اللهم لك الحمد، والحمد لله اللي جات من عند الله. الهزه الاولى راه حنا خرجنا كلنا الجنان وجلسنا بولادنا بناتنا، ودابا الله يجازيكم بالخير لما شوفوا فينا لله، واجيو تشوفوا هاد العيالات وهاد السكنات راهم عندهم صغار وتيباتوا في هاد السمره والبرد، ماشي حتى مازال الحال سخون، دابا الحال بقى كيبرد. الله يرحم الوالدين وشكرا. الرقم التليفون ديالكم انا نعطيك الرقم التليفون ديالنا 06 15 46 88 07. صفر ستة 15 65 31 12 31 12. شكرا لله. واخا نمرة السيدة اللي 07 60 19 77 76. هادو مجموعة من الأرقام، تواصلوا معاهم. نشوف شريفة، شريفة شوفوا شريفة مسكينة، ناس حالة ديال رعبها، ثم شوفوا الأجواء اللي حنا فيها بطبيعة الحال، والله يدير لي فيها الخير. ايوا غالي فيها. السلام عليكم. اش جيتي؟ كنشكركم اللي لبستوا لنا الدعوه وجيتوا عندنا، راه حنا عينا هذه 4 ايام وحنا كنجريو حتى شي واحد ما دعا فينا. مشينا للمسؤولين ديالنا حيت عارفين هما
اللي مسؤولين علينا. حنا حنا هذه ربع ايام من الزنزان وحنا برا، حنا وليداتنا. انا عندي راجل مريض راه في خبر الحومه كلها، في خبر المقدم وكل شيء. عندي بنيتات كيقراو هما مبطلين من القرايه، وعندي بنيتات كيباتوا هنا في الشارع ليلى بيتها الزوزيه اللي مزوج من هنا، هما من هنا معطيهم دايره يد على بناتي وداير يد على راجلي وبناء وجيراني معايا وكل شيء. حنا مهدين، كندخلوا للدار كيطيح علينا التراب، كنوصلوا غير الباب كيطيح علينا التراب. حنا في خاطر كنطلعوا لعندهم كنقولوا لهم عطيونا غير الاغاثه غير القدوره منكم، هي شي حاجه بسيطه غير ديروا لنا خيام، عطيونا مخزن، عطيونا اي حاجه بغينا، غير الحمايه ديالكم، ما بغينا حتى شي حاجه. كتقولوا صبروا، كتقولوا صبروا غادي تصبروا غادي تخرج لكم الاخر ديالكم، غير حميونا، شوفوا لنا شحال يسترونا من الزقه، حيت حنا عندنا البنات، عندي جوج مري ما عنديش، ما غاديش يقد لا يدافع على بنات ولا والو. جيراني اللي من هنا تا هما، حنا عندنا سته هذه اللي تهدد، جيراني اللي من هنا تا هما عائلات مهدين للريف، جيراني من هنا مهدين للريف. غاتمشي اكثر من 100 عائله اللي غاتمشي. شوف دابا غنطلبوا المسؤولين ديالنا، حنا ما داروا معنا حتى شي حاجه، هذه ربع ايام كنمشيو عندهم كيقولوا لنا ما كاين حتى شي حاجه. دابا كنطلبوا من سيدنا ومنكم ويوصل الصوت ديالنا ويشوفوا فينا لوجه الله، يحسبونا حتى حنا مع هذوك اللي تحت الانقاض. قلنا لهم، قال لك راه تحت الانقاض، قلت لهم حتى حنا راه حنا غنوليو تحت الانقاض. حتى حنا اللي كنمشيو لعند المسؤولين، حنا كنمشيو عند المسؤولين كنقولوا لهم شوفوا من حالنا، كيقول لك الناس راه تحت الارض، هذوك اللي تحت الارض الله يرحمهم وقلبنا معاهم والله شاهد، ولكن ما يخليوناش حنا حتى نسردوا تحت الارض. عاد يجيو يحفروا علينا، حنا ما نقدروش نوصلوا لهاد الدرجه. انا لا تردمت علينا غير يجيو نشردموا، لا خليونا مردومين. هاد الصباح كنرغبوا كنقول لهم عطيونا غير كياطن وعطيونا غير مخزن يحمينا. يقول لك حنا ما عندنا ما نديروا لكم، ما عندنا. قلت لهم ما تعطيونا لا ناكلوا لا نشربوا، حنا الله يكثر خيرهم جيراننا كيخرجوا لنا الماكله. دابا في الليل كنباتوا هنا، فاش كيقرب داك الليل وكيبقاو يحموا بين السكاريه وداك الشيء، راه عارف هاد المنطقه كي دايره وداك الواد. فاش كنشوفوا البنات ديالنا وحنا في خطر، ها السيده يلاه جزيها بخير كتحل لنا دارها، كتحل لنا دارها وكتجمعها. ها هي دارها، ها هي فين هي باش تحل لنا دارها. والله يجازيكم بخير، الله يشكركم، شكرا. ما غيعطيوش النماري، ساكنين واش ما دوش فوضى. الله يسهل عليكم. 06 31 90 09 9 عيدوا بالله يا رب. ها انت 06 31 09 82 82 06 51 20 77 84. شكرا. هذا الرقم ديال الشريفه اللي هضرات. واخا غير بشويه باش نضموا الامور، غير خذوا الاماكن ديالكم، خذوا الاماكن ديالكم، حنا غنوصلوا لكم الصوت ديالكم بطبيعه الحال. ها انتم شوفوا الحاله اللي فيها اخوتي العزاز اللي معنا في هذا اللايف. ما بغيناش تكون ماساه هنايا، اللي معنا في هذا اللايف يبارطاجيه على ثاني طاق، باش هكا ربما غنوصلوا الصوت ديال هاد الناس راهم عايشين مكرفصين هنا. كيقول لك ماشي حتى طيح بينا الدار عاد تجيو تصدموا معنا. كتشوفوا يعني بطبيعه الحال حاله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي والعظيم. شريف السلام عليكم. اش عباس كي داير؟ احكي لنا شنو وقع هنايا. ايوا سيدي الدار وكاكم شقوقين كيريبو في الخطر. نعم نعم. احنا في الخطر. نعم. دار خايفين ربما تدخلوا. خايفاني نعم خايفاني. دابا ماشي اللي وقع في الزنزان وهذا شا. تهزت بينا تهزت بينا. تهزوا بينا في الزنزان. دابا ما قادرش ندخلوا. لا كان دخلوا من قاعدين وين تيجي بالله. نعم 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 تيجي بالله ان شاء الله. نعم واخا النمره ديالك هذيك ساكنه في الموبل. صفا ثاني واحد دقيقه راه هادشي ما فيهش اللعب، خاص اللي ساكن في ذاك الموبل يعطي الرقم ديالو. اللي ساكن شوف السلام عليكم. احنا راه عندنا خطر بزاف، الله يرحم الوالدين والريف
والجيران كلهم خرجوا قيبتوا في الزنقة. هذه من نهار اللي هز الله يرحم لك الوالدين، الله يجزيكم بالخير، الله ينصر سيدنا، الله ينصره الله ينصره ويزيد له في العمر ان شاء الله. وحنا رحنا في خاطر الله يشافيه الله يشافيه يزيد له ان شاء الله يطول له العمر ديالو، الله يرحم لكم الوالدين. وحنا بغينا ديروا لنا شي حل، بغينا ديروا لنا شي حل، الله يرحم لكم الوالدين. رحنا بخاطر، رحنا بخاطر بزاف، رحنا بخاطر، والجيران ما كينعسوا، حتى انا براسي راني ما كنعش، لا انا ولا وليداتي، رحنا كنباتوا فايقين، رحنا ما كنعسوا ما كنشوفوا، الله يجازيكم بالخير. انا هذه اللي انا الله يرحم كل الوالدين، بغينا الله يرحم الوالدين ديروا معنا شي حل. رحنا حنا غير 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 قاعدين في هاويه سويه، رحنا ما كنعسوا لا ليل ولا نهار. الله يرحم لكل الوالدين، الله يجازيك بالخير. شكرا. واخا نرجع لعندكم، اجي خويا معايا نشوفوا هذا الموبل، نشوفوا هذا الموبل، نشوفوا هذا الموبل، نشوفوا هذا الموبل متابعينا بكل صدق. حاله ديال مأساة، مأساة حقيقيه. شوفوا هذا هو الموبل اللي ساكنين فيه حسب التعبير ديالهم بطبيعه الحال. نتمنى لنا البث المباشر ما ينقطعش. حيدوا لنا الدراري الصغار الله يحفظكم. هو هذا، هذا هو الموبل، هذا اللي كيهضروا عليه هاد الناس اللي يهضروا، هو هذا الموبل. اذا ها هو، شوفوا هذا مال على الموبل الاخر اللي خارجه، هو هذا. والعيب اللي فيها هو هذا الوسطاني، هذا اللي خارج الدار خرجت لنا من الوسط، وهاد هانت هانت شوف المهم هادشي مخرب شو كي داير. واجي معايا غادي تشوف داكشي لداخل، اجي دخل معايا تشوف شنو كاين لداخل، فين عايشين. علاش؟ لا ما تخافش، لا ما تخافش، اجي شوف غير الساريه هي في الباب. شوف متابعينا، نتمنى لنا البث المباشر. هنا الكونيكسيون ماشي مني السي عبد الصمد، الكونيكسيون من الكونيكسيون ماشي مني. حنا ندخلوا نصوروه ونعطوك التصويره ديالك. ما ندخلش انا معاكم، لا لا ما ندخلش، واخا ما مزياش تدخلوا حتى انتوما. دابا دابا خصنا تيجيو نقدوكم قبل ما تدخلوا في شي كارثه هنايا. واخا سينا، لا لا سينا، لا لا سينا. كتشوفوا يعني هادشي خطير، خاص السلطات تدخل تشوف شنو كاين. حنا خويا ما غنبغيوكش تدخل لهنا، حنا براسنا ما كندخلوش، راه كيدخل بنادم غير مخطوف ويخرج مخطوف. انا بغيتك قوه الخوف، حنا الحين دايرين فيديو، دابا غنوريك غير هاد الساريه هادي عافاك، هي عندنا مهرسه، ها انت شوف الساريه مهرسه كاع، وعندنا لك بهاوي غانا نوريك التصاور ديالو. قديتي تدخل مرحبا. لا ما تريسكيوش، ما خصكمش، ما كندخلوش حنا، ما كندخلوش. السلطه تيجيو ينقدوكم لان هادشي كي مرعب. واخا واجب، لا لا هذا واجب، يلا الهادي يلا الهادي. نشوفوا موبل اخر، يعني حاله ديال الرعب كاينه هنا. كنعتذروا ربما الكونيكسيون ضعيفه شويه، ما غيوصلش. هادي حيد اولدي حيد، دابا هادشي هذا، هادشي خاص ربما تدخل ديال الجهات المسؤولة. الشوخ برافو هادي. شوفوا متابعينا الكرام، ها شوفوا يعني بكل صدق، يعني لا ما عندي، ما ندخل الشريفة، هادشي راه خطر. لا ما عندي، ما نطلع، لا لا راه إلا السوق خصكم نتوما تخرجوا، خصكم تخرجوا السلطة تيجيو ينقدوكم لأن هادشي خطر. لا لا حنا خصنا نديروا القانون، ماشي ندير ماشي الخوف. نداء السلطة تيجيو ينقدوا هاد الأسر. شوفوا هادشي راه خطر بزاف، هادشي راه خطر بزاف، هادشي راه خطر بزاف. نتمناو لأننا ربما يكون شي تدخل بطبيعة الحال مع الجهات المسؤولة. شوفوا هنا، اللهم شوف، اللهم إننا قد بلغنا السلطات المحلية هنا على مستوى عين نقبي، اللهم إننا قد بلغنا، أنا كنقولها، اللهم إننا قد بلغنا، درنا الدور ديالنا كإعلام، خاصكم ديروا الدور ديالكم من أجل ربما إنقاذ ما يمكن إنقاذه هنا. شوفوا هنا الناس كيفاش، أرى نشوف التصاور. مبارك أنت، شوف ها
ها انت شوف ها ها هو الهشمي بالعيد والجيران ديالو كلشي كلشي لاصقين عليهم شي عماره عمارات انت ها انت ها انت يسهل عليك ها انت ها هما فين هما ها هما يسهل عليك ها هما يسهل عليك ها ها انت ها شوف يا راه حنا مسجلين ها انت لا لاكارت لا لاكارت لا لاكارت استونا غير رقم التليفون رقم التليفون التليفون ما عنديش النمره خوتي العزاز السلطات ديال مدينه فاس الله يحفظكم اجيو ناخذوا هذا الحي قبل فوات الاوان كنقولها بكل صدق ناس هنا راه عنبيهم غير الله سمح لي اجي للدار ديالنا تشوف اللي قبل الدار ديالنا اللي عيطوا لك التصويره ديال السفلي شوفوا التصويره ديال السفلي يعني عين نقبي يعني كلها راشيه خاصه تدخلها ربما الجهات المسؤوله واخا واخا صافي شوف لا لا راه وصلنا الصوت نتمناو لان شوفوا صافي انا عطيها لكم المراد هذا الراشي النمره ديالي ها قولها قول له قول له 06 22 50 80 60 هذا النمره ديال السيد يعني هنا الديور جينا على عماره ولكن هذا الشيء كامل هذا الشيء كامل انا كنسكن هنا والوالده ديالي كتسكن هناك حتى حنا راه حنا عايشين والله الا في الردم ورحنا كل ونهار الهزه انا راه فيا الطوخه ما كنعيا ما كنجوا